اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغسله بالماء والبرد والثلج، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن له حق علينا، بالخصوص شيخ إعجاز حسين يا أرحم الراحمين، سيد إعجاز حسين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل ملائكتك الكرام يدخلون عليه من كل باب قائلين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم جازه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم مد له في بصره، وافسح له في قبره يا أرحم الراحمين. اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا أكرم الأكرمين. ألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أدخله في شفاعة جده الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وأدخله في شفاعة سلسلة الطريقة النقشبندية العلية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبره نورا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قبره عطرا يا أكرم الأكرمين، إكراما لجده الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وبثواب سورة الفاتحة. آمين. فاتحة شريف پڑھو جی، سورة فاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.